بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أخواتي جميعا. أول حاجة أرحب فيكم، معكم أستاذة هبة. إن شاء الله بإذن الله تكون دورة نافعة بالخير إن شاء الله بكل معلوماتها. أول حاجة نشكر مؤسسة أو مبادرة العطاء التطويرية التي قدمت لنا هذه الدورة، التي من خلالها إن شاء الله راح نقدم دورة تدريبية تتوافق مع الاحتياج التدريبي. طبعاً السكرتارية صارت الآن مطلوبة ضمن المنظومة الفنية لأي منظمة، لأي شركة أو لأي مؤسسة. أول حاجة نبدأ فيه اللي هي أسس الدورة. طبعاً الدورة راح تتضمن 5 أيام بإذن الله. اليوم نفتح فيها أول يوم من أيام الدورة، وإن شاء الله تكون بإذن الله دورة زي ما قلنا خير بكل معلوماتها. طبعاً أسس الدورة راح نتعرف فيها بإذن الله مفهوم السكرتارية، أهمية السكرتارية وأنواعها، مع تعريف السكرتير ومسؤولياته وواجباته، وأيضاً راح نتعرف على المهارات التي يجب أن تتوفر في السكرتير الناجح، أيضاً الأسس العامة لنجاح أي سكرتير داخل المنظومة الإدارية. أول حاجة نبدأ دورتنا بالآية القرآنية. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. من خلال هذه الآية القرآنية سوف ننطلق في دورتنا لهذه الليلة. هذه الآية القرآنية التي توضح لنا أهمية العمل، وأن الله كلما اجتهدت كلما عملت كلما الله بارك لك في عملك، وبارك لك في جهدك، وبارك لك في رزقك. لكن فالقرب والبعد من الله هو أساس نجاحك في أي وظيفة أو في أي مهنة أو في أي دورة، حتى كل حاجة لازم إنه تخلصين هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى، حتى تضمنين التوفيق في هذه المهنة بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى كل ما كنت قريبة من الله في عملك، يعني راقبت الله سبحانه وتعالى في هذه الوظيفة، كل ما بارك لك الله ووفقك الله. كل ما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى في وظيفتك، لم تراعي لا الإخلاص، لم تراعي الله سبحانه وتعالى ولا الخوف من الله، فإن الله ماذا؟ يمحق لك بركة هذه الوظيفة. فنتكلم اليوم عن وظيفة مهمة، اللي هي الوظيفة الإدارية السكرتارية. أول حاجة راح نتعرف على ماذا تعني لكم السكرتارية. ما هي السكرتارية؟ السكرتارية ما هي السكرتارية؟ طبعاً الكثير منا اليوم لا يجهل كلمة سكرتارية. أكيد عندنا معلومات عن السكرتارية، ها؟ تمام، أعمال مكتبية، ممتاز. أيضاً ما هي السكرتارية؟ عمل مكتبي، تمام. غير إنها عمل مكتبي، هي إيش؟ السكرتارية تنظيم أوراق، أيضاً تمام. غير إنها حتى لو مشاركة صوتية، ترتيب مواعيد، تمام صح. إذن
الكثير منا لا يجهل كلمة تنظيم وترتيب، لا يجهل كلمة سكرتارية. السكرتارية مفهومها كبير جدا كبير جدا، من حيث تنظيم، من حيث ترتيب، من حيث تنسيق لجميع أعمال المنظومة أو أعمال المؤسسة أو الشركة. رجاء أخواتي إقفال الكاميرا والصوت المايك. طبعا ما شاء الله المشاركات جميلة جدا. طيب أهمية السكرتارية، السكرتارية لها أهمية كبيرة جدا. زي ما تكلمنا السكرتارية تعتبر السكرتارية من أهم المهن، من أهم المهن الآن لأي منظومة، سواء كانت هذه المنظومة كبيرة أو صغيرة، هي أصبحت الآن من أهم المهن أو من أهم الوظائف في داخل هذه المنظومة. كان في قصة سليمان. رجاء اللي عندها المايك. فالسكرتارية يا بنات لها دور هام وحيوي في المنظمات، على اختلاف هذه المنظمة أو الشركة أو المؤسسة، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، من خلال جميع الأنشطة التي يقوم بها السكرتير، فهي تساعد طبعاً وتساعد من تساعد المسؤولين اللي هما المدير، تساعد المسؤولين في اتخاذ القرارات للمنظمة. أيضاً يا بنات تساعد على ماذا؟ تحقيق أهداف المنظومة. فجميع المسؤولين اليوم يحرصون حرصاً تاماً على من على اختيار الشخص المناسب لهذه الوظيفة. يعني ليس أي شخص مناسب لهذه الوظيفة، لازم تكون تتوفر في هذا الشخص عدة طبعاً نقاط موجودة في هذا الشخص، لأن هذه الوظيفة مهمة جداً. فالسكرتير طبعاً يساهم مساهمة فعالة في تحسين صورة المنظمة، إما أن ينقل صورة حسنة عن المنظمة أو الشركة، أو ينقل صورة سيئة عن هذه الشركة. طبعاً دائماً في الواجهة يكون السكرتير، دائماً لما تبغين مثلاً موعد، زيارة، أي شيء تذهبين لأي منظمة، يكون دائماً في الاستقبال هو السكرتير أو المساعد الإداري، السكرتير أو المساعد الإداري. فلذلك المسؤولين يحرصون حرصاً تاماً على اختيار الشخص المناسب لشغل هذه المنصب. لماذا؟ لأنه هو الشخص الذي يكون في الواجهة وينقل إما صورة حسنة للمنظمة أو ينقل صورة سيئة عن المنظمة. ومن أجل ذلك أصبحت الآن دورة السكرتارية أو دبلوم السكرتارية مطلب أساسي لنجاح أي منظومة إدارية. طبعا هي تعتبر من المهن الإدارية، تعتبر من المهن الإدارية. أيضا المسؤولين يحرصون على ماذا؟ على إعطاء بعض المسؤوليات والصلاحيات لهذا السكرتير، لأن نجاح هذه المنظمة يعتمد على ماذا؟ على هذه المهام والواجبات التي تسند للسكرتير، من حيث تنظيم، تنسيق، من حيث ترتيب، من حيث إدارة، تكون من مطلب من السكرتير نفسه. طيب إذا عندنا أهمية السكرتارية، زي ما تكلمنا هي تعتبر من أهم الأدوار الحيوية داخل هذه المنظمات، زي ما قلنا على اختلاف أشكال، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو مؤسسة صغيرة، على اختلاف نشاطاتها. أيضاً هذه وتساعد أيضاً المدير على اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق الأهداف المرجوة لهذه المنظومة. طيب إذن الهدف العام للسكرتارية تكلمنا عنه، الآن نأتي إلى تعريف ما هي السكرتارية، ما هو مفهوم السكرتارية. طبعا السكرتارية بمعناها
تنطوي على جميع الأعمال السكرتارية أو جميع الأعمال الإدارية، سواء كانت لازم تتسم هذه الأعمال بالسرية وذات أهمية. إذن تعتمد أو تعد السكرتارية من المهن الفنية والإدارية المساعدة التي تتطلبها عمل أي منشأة إدارية. هذا مفهوم السكرتارية، وهي أيضاً بعض مهام وبعض الواجبات التي تسند لشخص معين، وسوف نتعرف على السكرتير وواجبات السكرتير لاحقاً. إذن زي ما تكلمنا، مفهوم السكرتارية هي مفهوم كبير جداً، لكن ينطوي عليه من أعمال تتسم هذه الأعمال بالسرية وذات أهمية. تعد هذه الأعمال من المهن الفنية والإدارية التي ماذا تساعد تساعد المدير في أي منشأة إدارية. طبعاً هذه السكرتارية. عندنا بعد تعريف السكرتارية أو مفهوم السكرتارية، طبعاً السكرتارية لها ماذا؟ لها أنواع كثيرة جداً، لكن تحصر تحت ثلاثة أنواع من أنواع السكرتارية. إذن لها أنواع كبيرة جداً، لكن يتم حصرها تحت ثلاثة أنواع من السكرتارية على حسب ماذا؟ على حسب أعمالها الإدارية، على حسب الأعمال سوف ماذا نقسم السكرتارية، تقسم على حسب أعمالها. طبعاً نظراً لشمولية الأعمال الإدارية واختلاف أنواعها، أيضاً مسمياتها وارتباطها بأعمال السكرتارية، والسكرتارية نفسها ترتبط بأعمال المسؤولين، فقد ماذا تم تصنيف سكرتارية لعدة تصنيفات، لكن تقسم على ثلاثة أنواع أو ثلاثة تصنيفات، اللي هي السكرتارية الخاصة، السكرتارية المتخصصة، والسكرتارية العامة، وسوف نتكلم عن كل نوع وأهميته. طبعاً عندنا أول حاجة السكرتارية الخاصة. السكرتارية الخاصة هذه التسمية تطلق على الأعمال التي تكون داخل المكتب، يعني الأعمال التي ينجزها السكرتير داخل المكتب بشكل مباشر. كيف يعني بشكل مباشر؟ يعني من خلال المهام التي يعطيها المدير، يعني مثلاً ترتيب الأوراق، مثلاً عمل مواعيد، مثلاً عمل اجتماع أو تنظيم اجتماعات داخل المكتب، لا يعني ما يتطلب أنه يخرج خارج المكتب، لا. هذه السكرتارية الخاصة هي إنجاز المهام داخل المكتب، جميع ما يطلب منه بشكل مباشر من قبل المدير يتم إنجازها بداخل المكتب، فهي أيضا تسمى السكرتارية المكتبية، يعني تتم أعمالها داخل المكتب. إذا السكرتارية المكتبية هي يتم إنجازها داخل السكرتارية الخاصة، وهي تسمى السكرتارية المكتبية لأنها تتطلب ماذا؟ تتطلب إنجاز الأعمال بداخل المكتب. كل الأعمال التي يطلبها المدير بشكل مباشر من السكرتير يتم إنجازها بداخل المكتب، مثل الرد على الاتصالات زي ما تكلمنا، أيضاً تنظيم الاجتماعات، تنظيم المواعيد، استقبال الزوار، يتم طبعاً داخل المكتب. عندنا النوع الثاني اللي هو السكرتارية العامة. طبعاً السكرتارية العامة تشتمل على نوعين، اللي هي الأعمال داخل المكتب والأعمال خارج المكتب. طبعاً السكرتارية العامة تعتمد على الأعمال المكتبية داخل المكتب، وأيضاً الأعمال التي يتم إنجازها خارج المكتب، مثل مثلاً مراقبة العمال، مثل أيضاً القيام بخدمات الصيانة، أو إنجاز بعض المهام خارج المكتب، مثل زيارات معينة خارج المكتب، هذه كلها تسمى بالسكرتارية العامة. إذن السكرتارية العامة تشتمل على نوعين من السكرتارية، أو تشتمل على نوعين من الأعمال، سواء كانت مكتبية داخل المكتب نفسه أو خارج المكتب، اللي هي إنجاز بعض أعمال مثلا زيارة موظفي العلاقات العامة داخل الشركة أو خارج الشركة، أيضا أعمال الصيانة، أو أيضا الإشراف على بعض المشاريع، هذه كلها تتطلب خروج من المكتب.
إذن عندنا حتى الآن تكلمنا عن السكرتارية الخاصة والسكرتارية العامة. الآن نتعرف على السكرتارية المتخصصة. طبعا عندنا السكرتارية المتخصصة تسمى السكرتارية الفنية. السكرتارية المتخصصة تسمى السكرتارية الفنية. لماذا تسمى السكرتارية فنية؟ لأنها تشتمل على عدة تخصصات، يعني على حسب التخصص نفسه أو على حسب المجال التخصصي. يعني مثلا سكرتير قانوني، يعني سكرتير قانوني مثلا كالطب التعليم أو سكرتير تعليمي، هذه على حسب ماذا؟ على حسب المهام التي تطلب منه داخل هذه المؤسسة. فسكرتير القانوني هذا تخصص، السكرتير مثلا في التعليم هذا تخصص، في الطب هذا تخصص، يعني تكون على حسب أعمال فنية، وأيضا تسمى بالسكرتارية الفنية. أيضا يتم ماذا؟ يتم خلال فترة معينة أو تحقيق أهداف معينة. إذن هذه السكرتارية تخدم يعني شيء معين وأيضا هدف معين. إذن هذه السكرتارية المتخصصة. إذن الآن تعرفنا على السكرتارية الخاصة المتخصصة بالأعمال المكتبية أي داخل المكتب، تعرفنا على السكرتارية العامة التي تشتمل على الأعمال داخل المكتب وخارج المكتب، وأيضا تعرفنا على السكرتارية المتخصصة التي تسمى بالسكرتارية الفنية، يعني تعتمد على بعض التخصصات في جميع في مجالات معينة أو في مجالات فنية متخصصة، مثل الطب، مثل القانون، مثل مثلا في القانون مثلا يخدم ماذا؟ يخدم المحاكم. أيضا الطب مثلا يخدم ماذا؟ اللي هو المستشفيات. إذن على حسب ماذا؟ على حسب المجال أو المكان الذي يوجد فيه. طبعا هذا المجال لتحقيق هدف معين، أيضا لإنجاز مهام معينة. فمثلا السكرتير الموجود في المستشفى هل يختص بالتعليم؟ لا، إذن هنا ينجز ماذا؟ المهام داخل المستشفى. أيضا السكرتير في التعليم لا يختص بماذا؟ بالسكرتير في القانون. إذن هذه على حسب التخصصات أو مجالات فنية متخصصة، مجالات فنية متخصصة. ننتقل إلى تعريف السكرتير. الآن نعرف من هو السكرتير. من هو السكرتير؟ ها، أبغى أشوف مشاركات، نبغى ناخذ مشاركات الآن. من هو السكرتير؟ لو تفتحين بالشات حبيبتي، أبغى أعرف الآن. طبعا زي ما قلنا، الآن في عصر التكنولوجيا التعليم أصبحت المفاهيم كثيرة جدا، أصبح ما في أحد الآن إلا ومطلع على بعض المعلومات. الكل 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 مطلع على بعض المعلومات. أبغى أشوف بعض المعلومات عن من هو السكرتير. من هو السكرتير؟ حتكلمنا عن السكرتارية وقلنا هي ترتيب أعمال، تنظيم أعمال، مهام، واجبات. الآن من هو السكرتير؟ ها، ممتاز، تمام، ممتاز يا الهنوف، ومسؤول عن تنظيم ومتابعة أعمال المدير والشركة، ممتاز. أيضا غير أنه مسؤول عن تنظيم ومتابعة أعمال المدير والشركة، ها، ترتيب اجتماع، ممتاز ممتاز، أهم حاجة حلقة وصل، ممتاز جدا ممتاز. البقية مشاركات، ما شاء الله العدد، ما شاء الله تبارك الله. تمام، منظم لجدول الأعمال إدارات، سواء كانت الإدارة العليا، تمام تمام، تلخيص الوضع الراهن، ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الكثير منا أصبح الآن لا يجهل أي معلومة من معلومات
سواء كانت سكرتارية أو أي معلومات عامة، وسهل إجراءات المدير. تمام، ممتاز، اللي هو مساعد للمدير. طيب الآن حلقة وصل بين الإدارات، جميع الإدارات، تمام، أهم حاجة هو حلقة الوصل، تمام. الآن نتعرف على من هو السكرتير. طبعاً السكرتير هو الشخص الموثوق به، وإحنا تكلمنا وقلنا السكرتير، تمام، شكراً على هذه المشاركات، أسعدكن الله، شكراً على هذه المشاركات، شكراً لكم. طيب الآن نكمل محاضرتنا. طيب السكرتير، طبعاً زي ما تكلمنا السكرتارية هي من المهام الحيوية الموجودة في المؤسسة. المهام الحيوية الموجودة في المؤسسة تعتمد على السكرتارية. زي ما تكلمنا المسؤولين دائما يحرصون على من انتهى المايك شغال. ها حبيبتي ايش؟ اللي عندها المايك ابتسام، ابتسام طيب نكمل. إذن زي ما تكلمنا ان السكرتير او السكرتارية، لو سمحت اللي عندها المايك مريم بجيبها، اللي عندها المايك لو سمحت. يا أخت ابتسام، أخت ابتسام لو سمحتي قفل المايك حبيبتي. الله يقفلوا المايكات عشان نكمل. طيب نتعرف من هو السكرتير. طبعاً إحنا تكلمنا في البداية عن الأدوار الحيوية التي يقوم بها من وظيفة السكرتارية. علشان كذا المسؤولين دائماً يحرصون على اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب. وقلنا ليش؟ علشان هذا الشخص هو يكون بالواجهة، إما أن ينقل الصورة الحسنة عن المؤسسة أو الصورة السيئة عن المؤسسة، طبعاً على حسب السكرتير نفسه. وزي ما قلنا كل ما كان مراقب الله سبحانه وتعالى في عمله كل ما كان إنجاز وتوفيق، وكل ما كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى في عمله كل ما كان ماذا؟ كل ما يمحق الله عمله وبركة رزقه. فالسكرتير هو الشخص الموثوق فيه، مو أي شخص تسند له مهمة السكرتارية، هو الشخص الموثوق فيه الذي يساعد الرئيس أو المسؤول في إنجاز أغلب الأعمال المهمة أو الهامة. طبعاً هذه الأعمال تتسم بالسرية والكفاءة والسرعة. إذن هذه الأعمال تتسم بالسرية والكفاءة والسرعة. إذن سكرتير والشخص الموثوق فيه، طبعاً أنتم قلتم ما شاء الله يعني معلومات ما شاء الله وفيرة جدا، وأهم حاجة هو الحلقة، حلقة الوصل ما بين ماذا؟ ما بين الإدارة، سواء كانت الإدارة العليا أو الإدارة الوسطى اللي هي الموظفين، الإدارة العليا اللي هي المدير أو المسؤولين. إذن يعتبر أيضا هو حلقة الوصل ما بين الإدارة، سواء كانت الإدارة العليا اللي هو المسؤول أو من المدير، والإدارة الوسطى اللي هو الموظفين والموجودين داخل الشركة أو خارج الشركة. لكن ليس أي شخص لهذا المنصب، هو الشخص الموثوق فيه. أيضا راح نتكلم بعدين إن شاء الله عن واجبات، عن المهارات أو الأسس العامة التي تتطلب وجودها في هذا السكرتير. طبعاً هذا السكرتير الهدف الأساسي من وجوده هو ماذا؟ مساعدة المدير. طبعاً المدير لما تكون جميع الأعمال على هذا المدير، ماذا؟ يكون في عبء على المدير نفسه. فعلشان تخفيف العبء على المسؤولين أو على المدير، يتم ماذا؟ يتم إعطاء بعض الصلاحيات أو بعض المهام
لهذا السكرتير لتخفيف العبء عن المدير. أيضا يكون ماذا؟ يكون هناك وقت بريك للمدير والمسؤول، هذا الوقت يتخذ فيه القرارات المناسبة، أيضا يراجع بعض المهام، أيضا يراجع مثلا الأهداف التي تم تحقيقها داخل الشركة. إذا هذا الوقت الذي يسمى وقت البريك للمدير بسبب ماذا؟ بسبب أنه تم تخفيف العبء عن المدير بسبب السكرتير. طيب رح نتكلم عن واجبات السكرتير الفنية، الواجبات التي تسند للسكرتير. طبعا أول حاجة ترتيب جدول أعمال المدير، ترتيب جدول أعمال المدير من جميعها، سواء كانت الرحلات، السفريات، الاجتماعات، أيضا اتصالات الهاتفية، كل شيء داخل مكتب المدير يتم تنظيمه من قبل السكرتير. أهم حاجة التعاون مع جميع رؤساء الأقسام لتخفيف ضغط العمل الواقع عليهم، زي ما تكلمنا أن المسؤول الأساسي أو إسناد بعض المهام للسكرتير لتخفيف العبء عن المسؤولين. أيضاً تنظيم النشاطات والاجتماعات وورش العمل داخل المنظومة الإدارية. طبعاً هذه كلها من وظائف السكرتير أو واجبات السكرتير التي يجب أن يعمل على إنجازها. طبعاً لازم هذه الأعمال يتم إنجازها من قبل السكرتير، ليس من قبل مثلاً مدير خدمات أو مثلاً المدير المالية، لا، يجب إنجازها من قبل السكرتير نفسه. أيضاً التأكد من صحة الوثائق قبل إرسالها، طبعاً مسؤول عن ماذا؟ عن إرسال الرسائل، مثلاً حلقة وصل زي ما قلنا، الاتصال ما بين الإدارات العليا والإدارة الوسطى، إرسال أي مستندات لجميع الموظفين، هذه كلها تتم عن طريق السكرتير. أيضاً توفير جميع البيانات في زمن مناسب، يعني أي شيء يطلب المدير يكون ماذا؟ يكون السكرتير جاهز لكل شيء من حيث المستندات، من حيث البيانات، أيضاً يتم إرسالها إلى الجهات المسؤولة أو الجهات ماذا؟ الموجهة. الاهتمام بوسائل تواصل الشركة مع العملاء، طبعاً مواقع التواصل، مثلاً إرسال الرسائل بريد الإلكتروني، مثلاً إرسال مواعيد الزيارات، إرسال مواعيد الاجتماعات، هذه كلها ماذا؟ من اهتمامات وأيضاً من أعمال السكرتير، من حيث الاستقبال العملاء أو استقبال الزوار، تنظيم الاجتماعات، أيضاً حفظ الأوراق وترتيب الأوراق، تنسيق المهام الإدارية، أيضاً تنسيق سفريات المدير، تدوين الملاحظات، أيضاً استلام وتسليم البريد، الرد على جميع الاتصالات سواء كانت أو القيام بجميع الاتصالات سواء كانت الواردة أو الصادرة، والعمل مع فريق والعمل مع جميع مدى فرق العمل في المنظمة. يعني السكرتير لا يعمل من أجل نفسه، هو يعمل من أجل فريق العمل. يعني أي أحد من منظمة الشركة يحتاج إلى السكرتير، دائما السكرتير يعمل مع فريق العمل. طبعا العمل في فريق العمل هو الذي ينجز، العمل الفرد الواحد لا ينجز. هذه واجبات السكرتير التي يجب على السكرتير القيام بها داخل المنظومة أو المؤسسة. بعدها راح نتعرف على المهارات التي يجب توفرها في السكرتير. طبعا أنا الآن أبغى أختار ماذا؟ أبغى أختار وظيفة سكرتير، أو من هو الشخص المناسب لهذه الوظيفة. يجب أن تتوفر بعض المهارات، يجب أن تتوفر بعض المهارات. إذن يجب أن تتوفر بعض المهارات. من هذه المهارات أولاً القدرة على التعامل مع برامج الحاسب الآلي. في الشريحة اللي بعدها يا خلود، انتقل الشريحة اللي بعدها. تمام، عندنا المهارات التي يجب أن تتوفر في السكرتير نفسه. يعني الآن أنا المسؤول أو أنا المدير راح أختار الشخص المناسب لهذه الوظيفة. في بنود خاصة
يجب أن ماذا؟ أن تكون متوفرة في هذا السكرتير. أولاً القدرة على التعامل مع برامج الحاسب الآلي، يعني يجب أن تتوفر فيه اللي هي الحصول على دورة حاسب، الحصول على الدبلوم حاسب، أهم شيء أن يتقن مهارة استخدام الحاسب الآلي. أيضاً القدرة على النسخ باللغتين العربية والإنجليزية، القدرة على على طريقة الكتابة سواء كانت باللغة العربية. طبعاً الآن في البعض منا يخطئ في الكلمات العربية، إذن يجب أن يتم اختيار السكرتير أن يكون قادراً على الكتابة باللغة العربية أيضاً اللغة الإنجليزية، يعني الحاصل على الخبرة في اللغة الإنجليزية. القدرة على حفظ الأوراق في الملفات وطريقة استرجاع أو العمل على استرجاعها، حفظ الأوراق في الملفات أو تسمى الأوعية. الآن أصبح كل شيء عن طريق ماذا؟ عن طريق الحاسب الآلي. أصبح الآن نادراً ما تستخدم الملفات أو الأرشيف، أصبح الآن كل شيء يعتمد على الحاسب الآلي. أيضاً القدرة على استخدام الأجهزة الحديثة في أعمال في الأعمال المكتبية، الأجهزة الحديثة مثل الطابعة، مثل استخدام البروجيكتور، مثل استخدام مثلاً فرامة الورق، مثل استخدام جهاز الأرشيف الإلكتروني، هذه كلها أجهزة يتطلب من السكرتير معرفتها أو ماذا؟ العمل عليها. إذا يجب على السكرتير تكون عنده الخبرة الكافية في استخدام هذه الأجهزة الحديثة. أيضاً أهم حاجة استخدام الحاسب الآلي، طبعاً يعتبر من الأجهزة الحديثة. القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، طبعاً العملاء يكون مثلاً على مستوى عربي وأيضاً على مستوى أجنبي، ليس كل العملاء اللي هم عرب، قد يكون بعض العملاء أجانب، إذن يجب أن يتقن مهارة التحدث باللغة الإنجليزية وليس العربية فقط. أهم حاجة القدرة على تحرير الرسائل وكتابة التقارير، طبعاً بعد إنجاز أي مهمة، بعد إنجاز أي نشاط، بعد إنجاز أي مشروع، هناك قرارات معينة تصدر من مثلاً المدير أو المسؤول، يجب على السكرتير ماذا؟ تنفيذ أو كتابة هذه التقارير، كتابة هذه القرارات على شكل تقارير يومية، أو تحرير رسائل مثلاً في مهام يطلبها منه المدير أو المسؤول. القدرة على تلخيص المقالات، وأيضاً القدرة على التعامل بلباقة مع الآخرين. طبعاً أول أهم حاجة اللي هي القدرة على التعامل بلباقة مع الآخرين، كلما كنت طيب مع الناس كلما الناس تحبك وتحترمك، لكن لا أستخدم منصبي لفرض شخصيتي أبداً، لا يستخدم المنصب لفرض الشخصية. كلما كنت تتعاملين مع الناس بلباقة كلما الناس تحبك وأيضاً تحب عملك، تحب شغلك، لكن لا تفرضي شخصيتك من على حسب منصبك، لا تفرضي شخصيتك على حسب منصبك. يعني أنا الآن سكرتيرة لازم أكون قاسية، لازم أكون مثلاً شخصية، خلاص كوني شخصية، لكن شخصية ماذا؟ محببة لدى الموظفين، محببة لدى العملاء. عندنا صفة السكرتير. الآن أهم حاجة الشريحة اللي بعدها يا خلود، الآن عندي سؤال، ما هي الصفات السكرتير الفنية التي تؤثر على عمله؟ الآن في صفات يجب أن تتوفر في هذا السكرتير، هذه آخر جزئية إن شاء الله. ما هي الصفات السكرتير التي تؤثر على عمله؟ يعني في صفات، طبعا الصفات عندنا اللي هي الأخلاقية، احنا اخذنا الصفات الفنية، الآن الصفات اللي هي الأخلاقية. ما هي الصفات الأخلاقية؟ أن يتسم بماذا ويتسم بماذا؟ الصدق ممتاز، الأمانة ممتاز، الأخلاقية الثقة ممتاز. إذا عندنا صفات الأخلاقية أيضا، التعاون تمام، الحكمة والصبر تمام، ما شاء الله مشاركات طيبة جدا، مشاركات جميلة، يعني ما شاء الله الكل عنده خلفية عن السكرتير، يعني ما شاء الله جميل. الإخلاص تمام زي ما قلنا،
مراقبة الله سبحانه وتعالى، المظهر الحسن تمام، الجدية تمام. مشاركات أخرى، احترام الوقت أهم حاجة، الالتزام بالوقت تمام، السرية، الدقة والتنظيم، ممتاز ممتاز ما شاء الله، مشاركات طيبة أسعدكن الله، ممتاز. طبعا ننتقل للشريحة، شريحة طبعا من الصعب حصر الصفات التي يجب توفرها في السكرتير الناجح. الصفات تسمى صفات فكرية، وهذه الصفات تسمى أيضا صفات أخلاقية، يجب أن تتوفر في السكرتير علشان أنجح في عملي. ليس بس الصفات الفنية هي التي تخليك ناجح في السكرتيرية، لا، هناك صفات أخلاقية يجب أن تتحلى فيها أو تتحلى بها. لماذا؟ من أجل نجاحك داخل المنظومة الإدارية. صفات تسمى صفات أخلاقية يجب أن تكون في السكرتير لنجاحك في هذه الوظيفة. أول حاجة أن يكون حسن المظهر والهندة. كيف يعني؟ يعني ملابس الرسمية، الملابس المحتشمة، يعني لا أذهب بالدوام بملابس مخلة، يعني ملابس غير مناسبة للدوام، لا، أو مثلا مكياج صارخ جدا غير مناسب للدوام، لا. إذن يجب أن نتقيد بماذا؟ بالمظهر أو مثلا بالزي الرسمي للمؤسسة. يعني لازم أني أنا أتقيد بالزي الرسمي للشركة والمؤسسة. طبعا عندنا للرجال هو الشماغ والثوب، طبعا للنساء للملابس الرسمية، ملابس الرسمية، وأهم حاجة تكون ملابس رسمية ومحتشمة. أن يكون أمينا على أسرار العمل. طبعا السكرتير هو قريب من المدير، قريب من المسؤول، جميع أعمال المدير تكون ماذا؟ واضحة لدى السكرتير. فالسكرتير مثلا المدير يعمل على مشروع معين، يجب على السكرتير ماذا؟ ألا يخبر بهذا المشروع، يسند له بعض المهام، لا يذهب ويتكلم مثلا المدير أمرني بهذا، أسند إلي هذا، لا لا، يجب التكلم أبدا بأي سر من أسرار العمل. أيضا أن يكون قوي الشخصية وحسن التصرف. في بعض الأوقات يكون المدير غائب عن العمل أو يتغيب عن العمل لظروف معينة، فمن الذي يكون في هذه الواجهة من حيث الاستقبال الزوار، من حيث مثلا إذا حدثت مشكلة معينة، فماذا؟ فيجب على السكرتير أن يحسن هنا التصرف، يكون ماذا؟ الحكمة، الحكمة في هذا الموقف، أن يحسن التصرف ويكون حكيما في هذا الموقف. أيضا أن يكون قوي الذاكرة ودقيقا في عمله. كيف يعني دقيقا في عمله؟ يعني ماذا؟ ينفذ كل المهام بوقتها وبدقتها. أن يكون قوي الذاكرة من حيث ماذا؟ تذكر المهام والمسؤوليات التي تسند إليه من قبل المدير. مهما كنت قوي الذاكرة سوف تنسى، فيجب علينا كسكرتير أن أدون كل صغيرة وكبيرة. حتى لو كان عندي ذاكرة توب، يجب أن أكتب كل ما يسند إلي. الإنسان بطبيعته ماذا؟ ينسى، قد ينسى السكرتير، لكن إذا تم كتابة هذه المسؤولية وهذه المهمة سوف ماذا؟ سوف يتذكرها. إذا مهما كانت قوة الذاكرة فماذا؟ يجب تدوين كل المهام والمسؤوليات التي تسند إليك. أن يكون مرتبا ومنظما من حيث المكتب، يعني مكتب السكرتير يجب أن يكون منظما من حيث الأوراق، منظم نظيفا أيضا، مرتبا من حيث ماذا؟ من حيث الأجهزة المكتبية، من حيث مثلا الأوراق، من حيث مثلا اللي هي الأوعية التي يتم فيها حفظ الأوراق. إذن هذا ماذا؟ هذا السكرتير زي ما تكلمنا يكون في واجهة العملاء. أن يكون أهم حاجة مخلصا لرئيسه، يعني إيش؟ يعني ما يسند إليك الرئيس أي شيء ثم تذهب وتتكلم فيه، الإخلاص للرئيس، خلاص أسند إليك هذه المهمة، أنت مكلف بهذه المهمة، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. كلما أخلصت في عملك كلما الله سبحانه وتعالى بارك لك، وكلما ماذا كنت يعني لم تخلص لرئيسك أو اللي تسمى الخيانة،
هنا ماذا؟ يمحق الله ماذا وظيفتك، وسوف يتعرض لبعض المشكلات. الصبر والحلم. فدائما الأعمال السكرتارية كثيرة جدا، مثلا لو كان المدير من أنواع المدراء العصبي، هنا ماذا؟ إذا لم تكن صبورا وتكون حليما، هنا ماذا؟ على أول موقف ماذا؟ استقالة. فيجب أن يتحلى السكرتير بماذا؟ بالصبر، بالحلم، أيضا يكون صامتا. أي شيء يسند لك المدير ماذا؟ تنفذ على الطول. سريع البديهة من حيث ماذا؟ من حيث مثلا أي معلومة، أو من حيث مثلا تذكر أي معلومة، قادرا على التركيز في أي مهمة أو في أي ماذا؟ مسؤولية. حيويا ونشيطا من حيث ماذا؟ الدوام، يعني أي شيء يطلب منك المدير على طول تنجزه بسرعة وماذا؟ ومن غير تأخير. التزام بأوقات الدوام، مع أن يحسن التصرف في الموقف، وهذا تكلمنا عنه، أن هناك بعض المواقف تتطلب وجود المدير، وقد يكون المدير ماذا؟ غائب عن العمل لظروف معينة. هنا ماذا؟ يجب على السكرتير أن يكون ماذا؟ حسن التصرف في هذا الشيء. أن يحترم الآخرين، هذا مطلب أساسي. كلما تحترم الآخرين سوف يحترمونك، كلما تعاملهم بالطيب سوف يعاملونك بالطيب، لكن كلما تكون ماذا؟ قاسي معهم، هنا ماذا؟ العملاء لا يتعاملون معك بالمرة، أو حتى الموظفين. ملتزم بأوقات الدوام، مثلا الدوام 7:30 وتجي الساعة 8، هنا ماذا؟ هنا غير ملتزم بأوقات العمل. إذن يجب أن يلتزم بأوقات الدوام الرسمية للمؤسسة أو الشركة. فمثلاً مثلا الموظفين يداومون قبل السكرتير، هنا ماذا؟ هنا خطأ، لازم السكرتير يكون ماذا؟ أول الموجودين في الشركة. أن يكون طبيعياً في تكوين جسماني، يعني ألا يعاني من أي إعاقة، سواء كانت بصرية أو سمعية أو عقلية، يعني ماذا؟ سليماً في جميع تكوينه الجسماني أو الحركية، إذا لا يعاني من أي إعاقة في جسمه. إذن هذه يا بنات هي الأس العامة لنجاح السكرتير. إذن هذه كلها من المهام أو من حيث أساسيات نجاح السكرتير في مهامه. آخر حاجة تكلمنا عنها، كانت هذه آخر جزئية في الدورة. أتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الدورة، أتمنى بإذن الله ألقاكم إن شاء الله بكرة بإذن الله في المحور الثاني من الدورة. إن شاء الله بإذن الله كانت دورة ثرية بمعلوماتها، إن شاء الله الكل استفاد من الدورة. ونشكر زي ما قلنا مبادرة العطاء التطويرية، الله يوفقهم ويسهل لهم اللي أعطونا الفرصة علشان نشارككم هذه المعلومات. أي استفسار في المحاضرة؟ إن شاء الله كانت ممتعة لكم إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية على حضوركم الدورة.